هكذا أنوه محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم الجهود التي تقوم بها كافة المحافظات خاصة في مجالات الصحة والتعليم. وخلال استقباله محافظة الغربية طارق راشد رحمي، نوه شعراوي بأهمية المجتمع المدني في منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وضمان إشراك القطاع غير الرسمي، وذلك للمساهمة في نجاح تنفيذ المنظومة وضمان استدامتها.